خطط. انا كنت بقعد معاكم قبل التدريب وبعد التدريب وبالليل والصبح تعرف انا اقول لك مفاجاه، انا اشتغلت في النادي الاهلي يا شوبير اول سنه لما الكابتن عبد صالح بدون مقابل. بدون مقابل. بدون مقابل. طب اللعيبه دي انا هقعد معاها، لازم اجيب لها شاي ولازم اجيب لها مش عارف ايه، لازم اجيب المرتب. كنت معيد بقى في كليه التربيه الرياضيه. مرتبك 16 جنيه. اه. عليكم. 16 جنيه. علينا علينا كلنا يعني. اصرف واعمل وبتاع. ولا تاني سنه 8 جنيه. مرتبك في النادي. 8 جنيه في النادي الاهلي. اه. ال 8 جنيه بيخلصوا في قعدتين ثلاثه. طبعا. كان ساعتها الشاي قليل 5 جنيه قرش. نعم. ف الكوره عطاء، لولا حب الواحد للكوره ما كانش ده صحيح. يكمل. ده صحيح. ده حب للكوره والفلوس دي حاجه تانية. لكن المجهود والبذل الجهد والحب بتاعكم وانتوا كنت بتكسب 16-0 يا شوبير. ايوه 8-0 10-0 دي بتديني ما انا اطلع بره اروح الكليه عبر ابو المجد الصغير اللي متخرج من السنه اللي فاتت والعب ايد الكليه. ليه؟ انتوا كبرتوني. يعني زي ما انتوا بتقول شوف الكلام ده. لا انا استفدت منكم. انا استفدت منكم وكبرت بيكم. انتوا اللي كبرتوني. يعني اوعى تفتكر ان من جانب واحد كلنا استفدنا من بعض. اوعى تفتكر غير كده. انا نزلت معاكم وانا لسه صغير، انتوا كبرتوني بالنتائج وادتوني الثقه. بعد 3-4 سنين مسكت منتخب مصر، بعد منتخب مصر الناشئين ابتديت اسافر، ابتديت مش عارف ايه، ابتديت امسك فرق كبيره، ابتديت بره كل ده. فالحقيقه يعني انا مش انتوا اللي بتشكروه، ده اللي بشكركم. انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه بمناسبه الفلوس، انه كان اول مره احنا ما كناش كنا بناخد جنيه باين ولا 2 جنيه في الشهر اذا كنا بناخدهم يعني. بس لما خدنا البطوله بتاعه 17 سنه حضرتك اول مره تعملها، جبت موافقه من مجلس اداره على مكافئات. ايوه. فجبت لنا كل واحد 100 جنيه ساعتها. ياه. طبعا. وبعدين خصمت من كل واحد 10 جنيه عشان العمال وعشان الاداريين. ايوه دول قبلينا. 90 جنيه دول قبلينا. احنا بقى ابويا كان حاجز ثلاجه ايديال. الثلاجه كانت ب 100 جنيه. وكان دافع مقدم الحجز 10 جنيه ومعهوش 90 جنيه. فانا خدت ال 90 جنيه دول اديتهم لابويا، جاب بيهم ثلاجه لسه موجوده في بيتنا لحد دلوقتي. يا سلام. حضرتك بقى القصه دي. شوف بقى 90 جنيه اللي معاك. ورب العز. اول وعلى اخر. ورب اول مكافاه في حياتي ابويا كان حجز وما كانش عارف هيدفع فلوسها ازاي، كانت بالاقساط، كانت بالقسط ساعتها. وخدنا انا عايز بقى